إطلالة مثالية هو ما تبحث عنه أحلام ونادية، اللتان قصدتا صالون التجميل لإجراء جلسات تجميلية. أحلام اختارت حقن بلازما الدم لتمنحها وجهاً ممتلئاً ومشرقاً دون بقع. أما نادية فكانت زيارتها لخبيرة التجميل بهدف إذابة الدهون والحصول على قوام رشيق. شوف في الفيسبوك تحط كيفاش كانوا قبل كيفاش ولاو بعد. جيت في رمضان درت حقن بلازما، موراها 21 يوم درت تقشير بالطحالب، لقيت نتيجة كبيرة، واني زد جيت هذه المرة باش ندير حقن البلازما وزيد ندير تقشير ان شاء الله. جيت اول حصة درت بلازما الدم بلوس تقشير، ناسيت كان عندي سواد اليدين وفات نتيجة من اول حصة. اليوم جيت نستعمل هذا شق الدهون باش نغسل عدة دهون في البطن وعدة أماكن أخرى. بلازما هي مادة طبيعية، كي تحقنيها تلقاي فيها بزاف نتائج، مثلا هي تعادل الفيلر وهي مادة طبيعية دائمة. كما احنا نقولوا الفيلر يشد 6 شهور 7 شهور 5 شهور، لكن البلازما تتبعي الحصص تاعك يعني تلقاي الريزلت تاعك عادي. تقنيات تجميلية كثيرة أصبحت تستقطب الجنس اللطيف، خاصة قبيل موسم الصيف الذي تستعد له الكثيرات بطريقة خاصة. النساء راهم يدومونديو بزاف هذا التجميل بس جاهم بخسك سهل والغزيلتا تاعو ملاح، وبالأخص كان حوايج راهم يتمشاو دوكا على حسب الفصول، كيما كاين فصل الصيف كاين علاج باغ اكزومبل التخسيس، باغ اكزومبل بلازما، باغ اكزومبل لا ميزوثيرابي، ليفتين كولومبيا، القديره، كاين بزاف حفايز هكا. كيما حنا نقولوا نخدم انا بالطب الصيني والطب الطبيعي والتجميل. بإمكانيات بسيطة وتكلفة في المتناول، تمكنت صابرين من إسعاد زبوناتها الباحثات عن إطلالة جميلة تزيدهن ثقة في النفس.